صفحة كام؟ احنا الناس تركز يا شباب، هناخد 206. النهارده، مراجعة على قواعد النحو. هناخد مراجعة وهنشرح الحاجة اللي أي حد ما هوش فاهمها هنشرحها ونعيدها مرة ثانية إن شاء الله. فبنبدأ في السؤال الأول. اقرأ لي كده يا عمار. نعم، اقرأ. ضع مكان النقط أداة النفي المناسبة مما بين القوسين فيما يأتي: لا، لن، لم. طيب هنشرح قبل ما نجاوب ايه الفرق بين لا ولن ولم. حد يقدر يقول لي الفرق بين ادوات النفي لا لن لم؟ انا يا مستر سيف. قول يا سيف. يا مستر، لا بتيجي مع الاسم والفعل. ممتاز، احسنت. لا تأتي مع الاسم وتأتي مع الفعل، أحسنت. زي مثلا ولم، زي مثلا ولم ولن. استنى أنا هذكر مثال. مثلا لا مانع عندي من الاشتراك في المسابقة، كده لا دخلت على الاسم لا مانع، ولا تدخل على الفعل زي عمر لا يحب اللعب مثلا. طيب لن، قول يا سيف. لن، لن ولن، لم ولن. يجوا مع الفعل المضارع. جميل، لن ولم يأتيان مع الفعل المضارع، ولكن متى تستخدم لن ومتى تستخدم لم؟ أنا مثلا دلوقتي أنا أقول قول ولم، لم للماضي. لم مش هنقول للماضي مباشرة، ولكن أنا هقول تدل على أن النفي يحدث في الزمن الماضي. يبقى انا يعني مثلا لم تدل يعني على نفي الفعل، نفي الفعل في الزمن الماضي. زي ايه يا سيف؟ زي لم اذاكر دروسي مثلا. ايوه، معنى كده ان انت لم تذاكر دروسك مثلا بالامس، دروسي امس الماضي. المهم ان انت لم تذاكر في الوقت او في الزمن الماضي. طيب ولن، لن للمستقبل. ممتاز، لن تفيد نفي حدوث الفعل في الزمن المستقبل. لن تفيد نفي حدوث الفعل في المستقبل، زي مثلا لن أذهب إلى المدرسة غدا. يبقى أنا الناس اللي ما حضرتش يا مروان، اللي ما حضرتش أدوات النفي، بقول مرة تانية لا تدخل على الاسم والفعل، لن تدخل على الفعل المضارع وهي ناصبة للفعل المضارع من أدوات النصب، فعل بعد لن، فعل مضارع منصوب بلن، وتدل على نفي الفعل في المستقبل. أما أداة النفي لم هي أداة نفي وجزم، تدل على نفي الفعل في الماضي زي لم أذاكر دروسي بالأمس، وهي جازمة للفعل، يعني الفعل بعدها فعل مضارع مجزوم. طيب. أيوة. ولا الفعل بعد لن بيكون فعل مضارع مرفوع عادي جدا، الفعل بعد لن بيكون مرفوع. الفعل بعد لن في مضمون الجمله. طيب قول بقى مين اللي هيقرا السؤال الاول؟ سيف. انا يا مستر. مين اللي كان؟ انا عمر ايهاب. مستر عمر. انا مستر عمر يا مستر. عمر ايهاب. انا مستر. اقرا يا عمر. يقول اصادق الاشرار، يبقى لن، لن أصادق الأشرار، صح؟ يعني الكلام ده مش هيحصل أبداً في المستقبل، إن أنا هأصادق الأشرار، لن أصادق الأشرار أو الأشرار، معلش عشان الأشرار تعرب مفعول به. طيب عمار أيمن باء. نقط أظلم أحداً في حياتي، لم أظلم احدا في حياتي. ايوه، لم اظلم احدا في حياتي، اي انني لم اقم بالظلم لاي احد في حياتي. طيب مستر انا ثالث واحده. ايوه قول. جماعه صفحه كام؟ احب الكذب. ابن 206 او 207، اللي بيسال عن الصفحه 207 في النسخة القديمة 2019 و206 في النسخة الجديدة.
مين اللي هيقرا السؤال جيم؟ انا يا مستر. اتفضل. لا احب الكذب. ممتاز. لا احب قول الكذب. طيب ضع مكان النقط أداة الاستفهام المناسبة مما بين القوسين فيما يأتي. قول يا مستر. أول أنا أول واحدة. مروان. أستاذ. أحب أن تكون في مستقبل حياتك يا أخي. يبقى ماذا تحب أن تكون في مستقبل حياتك يا أخي؟ أحسنت. ممتاز. برافو عليك. ماذا؟ وإحنا قلنا ما وماذا يسألان عن غير العاقل، ولكن هناك فرق بينهما. هل يستطيع أحد أن يذكر لي الفرق بين ما وماذا؟ أنا. أستاذ أنا. لا حد غير سيف. عمار. قولي عمار. ماذا؟ ماذا دي بتسأل عن مثلا بتيجي وراها الفعل. أيوة. هي العاقل ولكن يأتي بعدها الفعل. ماذا تحب؟ ماذا تقرأ؟ ماذا تأكل؟ طيب ما 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 وراء الاسم. وما لغير العاقل لكن يأتي بعدها الاسم، زي مثلا ما لون هذا القلم أو ما اسمك. طيب مين اللي كنت قايله يقرأ السؤال؟ ألف مروان وأجاب إجابة صحيحة. السؤال باء. أستاذ عدد يوسف. أعمل باء. أعمل يوسف. يوسف متى تذهب إلى المدرسة؟ متى؟ متى هي الأسكندرية؟ تذهب إلى الأسكندرية وإجابة صحيحة. متى؟ متى تذهب إلى الأسكندرية؟ طيب. أستاذ عدد أقول جيم. سؤال جيم. أنا أستاذ مهند يا أستاذ. أستاذ أنا مستر. ماذا؟ أين مدينة الأقصر؟ أين مدينة الأقصر؟ إجابة صحيحة. مازن. بيقول لك صديق لك، يعني كم صديق لك. برافو عليك مازن. ممتاز. طيب السؤال هاء. مين عمر يا مس؟ عمر خالد. عمر يا عمر. انت قول عمر خالد. عمر خالد. عمر خالد. استاذ احمد. طب يلا يا احمد. كمان مره كرر. هل زرت حديقة الحيوان بالجيزة؟ هل زرت حديقة الحيوان بالجيزة؟ إجابة صحيحة. يبقى أنا أعيد مرة تانية، الناس بتكتب معايا الإجابات. يبقى أول سؤال، ماذا تحب أن تكون في مستقبل حياتك يا أخي؟ السؤال متى تذهب إلى الإسكندرية؟ السؤال أين مدينة الأقصر؟ أو أين مدينة الأقصر؟ السؤال بال، كم صديقاً لك؟ السؤال هاء، حديقة الحيوان بالجيزة. طيب ننتقل الآن إلى السؤال رقم 3. ضع مكان النقط ضميرة. عمر خالد يا مستر. عمر خالد. دور عمر خالد. لا يا أستاذ. عمر خالد. قول سؤال ألف يا عمر. ثلاثة. يضيء القمر ليلا. لا 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 لا. سؤال رقم ثلاثة. سؤال رقم ثلاثة. الأطباء ما يرون. أيوة. علاج المرضى. ضميرا للغائب. الغائب هم؟ هم أطباء ماهرون. هم أطباء ماهرون في علاج المرضى. إجابة صحيحة.
عمر إيهاب عايز يقول الجاية. يا مستر لا دلوقتي هم طاهرون في علاج المرضى. أسامة. ألو أسامة. أسامة نعم اقرأ أسامة هيا. سؤال باء ممرضات لا لا باء يا أسامة باء هذا باء. فلاحان مجتهدان في زراعة الأرض. هم فلاحان مجتهدان في زراعة الأرض. هم إجابة خاطئة. فلاحان يعني عددهم كام؟ هما 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 فلاحان مجتهدان في زراعة الأرض. السؤال جيم عمر إيهاب. السؤال جيم مروان. لا يا مستر عمر إيهاب. مروان. ممرضات نشيطات في العمل. يبقى هن ممرضات نشيطات في العمل. إجابة صحيحة ممتاز يا مروان. عمر إيهاب. عمر إيهاب. هي فتاة مهذبة الأخلاق. أحسنت هي فتاة مهذبة الأخلاق. طيب أحمد هاني السؤال رقم 4. روح يريد أقمر ليلة. أيوه هتقول إيه؟ هو بيقول لي ضع مكان النقط فيما يأتي ظرف المكان أو ظرف الزمان. إجابة صحيحة يضيء القمر ليلا. ليلا ظرف زمان أم مكان؟ ظرف زمان. أحسنت ظرف زمان. نقول ظرف زمان منصوب أم ظرف زمان مرفوع أم ظرف زمان مجرور في الإعراب؟ ظرف زمان منصوب. منصوب ظرف الزمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب اقرأ لي بعد كده سيف. عمر يا مستر. يلا بس سيف. حاضر. ذهبت إلى صديقي. يا سيدي أنا بعد عمار. ذهبت إلى صديقي ليلا. ليلا عادي أو صباحا أو مساء عادي جدا ما فيش أي مشكلة. طيب عمار أيمن. وقف العصفور فوق الغصن. ممتاز ظرف إيه يا عمار؟ ظرف مكان. أحسن ظرف مكان. ظرف مكان منصوب وعلامة نصب الفتح. طيب تمام. بعد كده مهند. دال مهند. وقف المعلم أمام التلاميذ. وقف المعلم أمام التلاميذ ظرف زمان أم مكان؟ ظرف مكان. طيب كمل الإعراب كده. ظرف مكان ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتح. أحسنت برافو عليك. طيب أمير. عاد أقول أنا مستر الإعراب. لا دقيقة. عمر رضا موجود؟ لا لا طيب. مش موجود يا مستر. أشوف المشاركين عشان الناس اللي ما. يوسف. يوسف. وقف المعلم أمام التلاميذ. لا يا يوسف في السؤال رقم 5. الإعراب. الإعراب يا يوسف رقم 5. أجل تقدر تقرأ لنا الفقرة؟ أيوة. طيب. أمير تلميذكي يعرف أهداف حياته أهدافه في حياته جيدا. يعرف أهدافه في الحياة جيدا. يعرف أهدافه في الحياة جيدا. أعطاها تحقيقا سليما ولا يقصر في واجباته ويحرص على طلب العلم لأنه يعرف أن العلم أن العلم هو الطريق الصحيح. عندي كسرة. العلم 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 أن العلم أن العلم هو الطريق الصحيح إذا حطيت الأهداف وكيف تخطط أنت لمستقبلك. طيب سؤال ألف اقرأ. أعرف ما تحته خط. أمير تعرب.
أمير أعرف مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ممتاز. يبقى أنا عندي خطوات معينة، عندي خطوات معينة يجب أن أقوم بها لكي أحسن الإعراب. أولاً أسأل نفسي هل الجملة اسمية أم فعلية؟ فعلية. إذا بدأت باسم فهي جملة اسمية، وإذا بدأت بفعل فهي جملة فعلية. وإذا عرفت أن الجملة جملة اسمية أو أن الجملة جملة اسمية فهي مكونة من مبتدأ وخبر. المبتدأ هو الاسم الذي تبدأ به الجملة. أما إن كانت الجملة جملة فعلية فهي مكونة من فعل وفاعل، وقد يأتي المفعول به وقد لا يأتي. هنا في الجملة الأولى أمير تلميذ ذكي. أمير جملة اسمية أم فعلية يا يوسف؟ أمير يوسف نعم جملة اسمية أم فعلية؟ أمير تلميذ ذكي جملة اسمية. إذن الجملة الاسمية مكونة من مبتدأ وخبر. أمير تعرب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أيوة، لأنها كلمة، هذه الكلمة تصنف على أنها اسم، فلذلك إعرابها مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب ليه قلت الضمة ما قلتش الألف أو ما قلتش الواو؟ لأنه مفرد مثل أحسنت، برافو عليك، ممتاز. طيب يقدر بعد كده أسامة يقول لنا كلمة الحياة، الحياة إعرابها أقول يا مستر أسامة. أسامة هيثم عامل ميتنج يا مستر، قفل المايك يا استاذ. شوف عمر يا اسامه افتح المايك يا اسامه. افتح يا اسامه، انت سمعنا، افتح المايك يا حبيبي. الو ايوه يا اسامه، ما تركز معانا، انت لما تبقى سامع اسمك افتح المايك وتكلم. بقول لك اعرب كلمه الحياه. امير تلميذ ذكي يعرف أهدافه في الحياة جيدا. الحياة اسم. كمل. ايه اكمل اسم. ايه اسم مرفوع علامة رفع الضمة. ازاي يا أسامة؟ اسم مرفوع مقلوب. قول يا احمد يا هاني. ينفع انا اقول اسم مجرور علامه جر كسر؟ اسم مجرور بحرف الجر في وعلامه جره الكسره. اسم مجرور بحرف الجر في وعلامه جره الكسره. احنا قلنا حروف الجر يا اسامه في، من، عن، على، الى، الباء، لام، الكاف. هذه حروف الجر سميت حروفا للجر لأنها تجر الأسماء التي تقع بعدها. في حرف جر، إذن الحياة اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة لأن الحياة اسما مفردا. طيب عمار أيمن اقرأ لباء. نعم يا مستر. نعم يا سيد. نعم مستر. عمر استاذ وعدي أقول أنا ما قلت لسه ما جاوبوش. مازن ما جاوبش. طب يلا يا مازن، معلش مازن اقرأ سؤال باء. استخرج من الفقرة السابقة. هي اسمها الفقرة ولا الفقرة؟ الفقرة. طيب اسما مفردا. طيب. امير يا مستر. امير هو اسم انسان. طيب لو قلت لك اسم تاني، هو أمير اسم إنسان وممكن يكون لقب والجمع أمراء، لكن أنا لو قلت اسم تاني بلاش مثلا تاخد اسم إنسان، لو قلنا اسم عشان تقدر تجمعه. أقول أنا يا مستر؟ لا هو هيقول مازن عارف.
قالها يا مسجد فعلا ولا لا؟ مازن هيقدر يقول استخرج اسما مفردا غير امير يا مازن. ها عارف يا مازن ولا مش عارف؟ لا. طب قول يا عمر يا خالد. تلميذ. تلميذ والجمع تلاميذ. طيب تاني يا عمر يا خالد اسم مفرد تاني. ينفع انا اقولها؟ لا عمر خالد. الحياة. الحياة صح. طيب غيره برضو في اسماء مفردة اخرى. العلم. العلم صح. غيرها. الحمد لله. حمد الله. الله. اول حمد الله. ممكن نقول يا استاذ؟ يا عارف. الطريق. الطريق صح. وعندي كلمة ذكي. وكلمة طلب. وكلمة الصحيح. وكلمة تخطيط. تخطيطاً. ويحرش كلمة يا أستاذ. كلها ويحرش. اسم مفرد يا مازن يعني دل على. ويقصر. كلها ويحرش. أستاذ يحرش. لا يحرس فعل. يحرس فعل. لما أقول اسم مفرد هو الاسم الذي يدل على واحد أو واحدة. طيب اسماً جمعاً. ينفع أنا أقول عمر إيهاب. طيب قول يا عمر. الأهداف. الأهداف ومفردها الهدف. الهدف أحسنت. والأفضل طالما الأهداف فيها ألف ولام لما أقول لك مفردها قول لي الهدف. خلاص التلاميذ يبقى التلميذ. لكن لو قلت لك أذكياء قول لي ذكي. يعني الاسم الجمع لما يكون أوله ال حاول إن أنت تجيب لي المفرد أوله ال. لو الاسم الجمع بدون ال برضو تجيب لي المفرد بدون ال يكون أفضل. طيب بعد كده اسم اسم إشارة. عاد أقول أنا يا مستر. قول يا مروان. أنا أستاذ مهند يا أستاذ. تلك. قول يا مروان. تلك. اسم إشارة تلك. برافو عليك. هو اسم إشارة للبعيد. وعلى. وعلى. على حرف جر. للبعيد يا مستر. على حرف جر. لكن تلك اسم إشارة صح. للبعيد. طبعاً هعلنا بعد الحصة دي إيه. يا عمر. عمر يا إيهاب. عمر يا إيهاب. نعم. لما نخرج من الحصة بقى أشوف الحصة اللي بعدها إيه. خلينا في الحصة. يبقى أنا عندي دلوقتي تلك اسم إشارة. في أسماء إشارة أخرى. لا يا أستاذ. ما فيش أسماء إشارة أخرى. يبقى أنا عندي تلك فقط. طيب عندي. يا أستاذ أنا أقول بعدها. أنا أستاذ مهند. مهند قول. ضمير هو استاذ خليها احمد. احمد مهند هو يا استاذ. مهند هو. هو ممتاز برافو عليك. لا احمد. احمد استاذ خليها احمد. استاذ خليها احمد. هو ضمير. ونوع الضمير ده مهند نوعه ايه؟ ضمير غائب. ضمير غائب. استاذ لها احمد. احمد. طيب عندي بعد كده اداه استفهام. استاذ لها احمد. احمد هاني. كيفك. كيف برافو عليك. طيب اداه نفي. مستر يوسف. طب قول يا يوسف. لا. لا ممتاز. لا يقصر. ولا يقصر في واجباته. ممتاز برافو عليك. طيب عمار اقرا لي جيم. جيم. ايوه حاضر يا مستر. نجح التلميذ في الامتحان. ضع كلمة التلميذة مكان التلميذ في الجملة السابقة وغير ما يلزم. نجح التلميذ في الامتحان. ايوه نجح مع المفرد المذكر. ولكن إن كان المفرد مؤنثاً فأقول نجحت وأضيف للفعل الماضي تاء اسمها تاء إيه؟ نجحت. التاء اسمها تاء إيه؟ التانيث. التانيث. أنتم ممتازين يا شباب.
طيب ده يا مستر دلوقتي مثلا انا عايز اجاوب الجمله اللي بعدها. يلا ناس تانيث كيف؟ يلا الجمله اللي بعدها. التلميذ الذكي يعرف اهدافه في الحياه جيدا. يعرف اهدافه في الحياه جيدا. ها اجعل العباره للمثنى المذكر ثم للجمع وغير ما يلزم. طيب المثنى التلميذان الذكيان يعرفان اهدافهما اهدافهما الحياه جيدا. كويس جدا يا سيف. التلميذان الذكيان يعرفان يعرفان في الحياه جيدا. ممتاز. طيب اجعلها للجمع. الجمع المذكر صح؟ ايوه اكيد لان عندك المفرد مفرد مذكر. اه ماشي. التلاميذ الذكيون لا لا مش شرط جمع المذكر السالم، ممكن تخليه جمع تكسير عادي. التلاميذ الأذكياء يعني يا مستر هي تنفع الاثنين صح؟ ايوه بس لازم يكون مذكر، لازم يكون مذكر. عندي التلميذ الذكي هتبقى جمع التلميذ ايه؟ التلاميذ. وجمع التلاميذ الأذكياء يعرفون أهدافهم في الحياة جيدا. أهدافهم في الحياة جيدا. أيوة التلاميذ الأذكياء يعرفون ألو. أهدافهم في الحياة جيدا. ألو. أيوة خلصنا كده يا مستر. أيوة كده تمام، ونكمل إن شاء الله المرة اللي جاية وهتكتبولي الموضوع. هتكتبولي الموضوع حاجة. اسمعوني هتكتبولي موضوع تعبير عن الفيروس فيروس كورونا. هتتكلم لي عن أعراض هذا الفيروس وسبل الوقاية منه. أول حاجة أقول لك تحدث. لا يا حبيبي مش صعب ولا حاجة، أنت تقدر تجمع معلومات من على النت ما فيش أي مشكلة. تقدر تقرأ. اسمع بسمع اللي عايز يعرف معلومات يسمع قناة العربية. المهم يا مهند هتعمل إيه؟ هقول تحدي يا مستر. اول حاجه اعراض هذا الفيروس وايه تاني؟ طب استنى هقول انتشر مؤخرا فيروس خطير يدعى كورونا. تحدث عن اهم اسباب هذا الفيروس ومتحدثا استاذ اكتر حاجه ايه واقل حاجه ايه. ايوه هقول انتشر مؤخرا فيروس كورونا. تحدث عن أهم أعراضه وأسبابه وسبل الوقاية منه. خلاص يا شباب؟ خلاص نكمل إن شاء الله المرة اللي جاية. مستر ما تطلعش، عايز أقول لعمر إيهاب حاجة. حاضر يا مستر. طيب نعم يا عمر. نعم